توجه طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية إلى المدارس بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية اليمنية لبدء العام الدراسي الجديد في تحدي للعدوان السعودي الذي دمر 245 مدرسة وألحق أضرارا جسيمة ب 585 مدرسة وتعذر طباعة الكتاب المدرسي جراء حصاره الظالم. بإقبال شديد عاد الطلاب إلى فصولهم الدراسية بعد أكثر من 7 أشهر من الانقطاع جراء العدوان على اليمن أواخر شهر مارس المنصرم. سنتحدى العدوان السعودي ونتحدى السعودي وسندرس وسنتعلم. نحن سنتعلم لأنه لا دخل له بالدراسة العدوان. اليوم كان التعليم جيد. يعني ما عن إذا كان العدوان بيقصف وذي بيعكس في مدارس هنا عن قري وعي قسم مكتوب وعن تعلم ما عن قعش خاضعين للعدوان. تدافع من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم وإلحاقهم بالعمليات التعليمية التي أوقفوا عنها أبنائهم الرامين، لكنهم عادوا وعادت الحياة كما كانت من قبل. الحمد لله رب العالمين، كان الإقبال يعني كثير جدا وكان تفاعل يعني متفاعلين وكانوا فرحين جدا برجوعهم أو عودتهم إلى المدارس. طبعا هذا نتيجة لوعي أولياء الأمور واهتمامهم بأبنائهم واهتمامهم بالتعليم. نشكر طبعا كل ولي أمر اهتم بولده ويعني كان له يعني زي ما تقول يعني دافع للتعليم رغم الظروف التي تمر بها البلاد. تفاعل الطلاب أوصل رسالة العدوان من الكبير والصغير، من الفتاة والطفل، مفادها لن تقبروا حلم التعليم والتعلم في قلوبنا، فعودتنا للمدارس انتصارا على طغيانكم وجبروتكم. في إطار المهرجان الثقافي السنوي الذي تقيمه